صوم صوم بشهر رمضان صوم 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 مسؤولينتا مامولكي واح قرد كحافظة آدان سليبان أو كميدة حافظها مقالة برعو أيا بلشدة مسلمين تاكا عصري إنه كقيب غاتا مساجد كحافظة سوكو يرادي إسلام مركان يكون سمين يان ديبو ديس واحان هدالة دو دي كميدة ها ساكا هالكا واحان دولة نكو قبرنو باقانو تشيدين إنو أمد مسلمين تميلي تشوك تبا أن واحد يشوفنا حافظ هذا السلبان أن مساجد كان ومجري سليرها مسجد الإيمان ومساجد كحافظ ده وتعمير تبادن لا ومساجد عادي عادو يرى مساجد كان عبر كيس واركتان لأنه هو سديد متر لأنه هو حويان طبعا متر نيش كحافظ ده كحرن وحن كويا الله هلك وجو مهم سن وتعمير تبادن المجال ده أنا ما حافظ ده وأنا مساعد كجمع لجو أجو حافظة محايدة مستشام عوا مركا مساجد كان مشكلة ده جو أنا هالشيء وحوي أنا مساعد كاسمي سبع عادو يا راضي دت كي مسلين تهاي كنت كان يينا وحوي يا وعاد يا أبو غير راضي مع التراويح مع الروح والمركا لو كنت كذا بدأ لو كنت كذا سيدا أوجد وحن قرشيني هدي عنو نهاي تدوينا حافظة مساجد كان إن دبليس لغو سمايو أول الدميو أول البلاريو إن أنا أوبن دقنا ومضى مسلمين تا محسنين تا ملك استي شوغان مساجد كان مجلس على مسجد الإيمان وحنكويا الله حافظ هذا السلامان أيكويا الله برعو إن سيدا وجد وحنو باق قدرنا تدك مسلمين تا محسنين تا صدقة تشعل يوناقة تشعل مساجد كان وحقد درسان أو أي صور لسان سيدي أول هرب عادة إنه هو هيد هاي المساجد ده دول سن شرني إن لورد سو دول ما راح دول كيسين تاو كده سيبوا ها إما كدول كاكو ره مال دويد بنو يبيني هل كان نتاعنا مال دويد بنو يبيني وو سعدا هو شيء سو مركا باقا ندير إن تاك وحي هاي تاتك محسنين تا مسلمين تا ندير إن رمضان تا ودسمها مساجد كا تب لورد سايو يلا بلادين أيو إن كسو قيب قاتان إلهي أكتي سناجر وين بكل يهين رسولكنا وحنا شق قفكم مساجد نساء إنه محيه هذا يسقون بيت شن هذا وكل يهاي بارك الله فيكم هذان هاي قولي ماذا حافظا آدم سليبان آدم سليبان تدت بدن مي قاني إنه وحافظ من برعك مده ولي بعدين عبارة وحويان يعني أمس بلاسيب ودو بلاسيب تدك هذا وقرنا يعني وكل يده هاي ما كان جودي الدبيت با ciidda waxa weeyaan halka naga arkaysa ama seen naga maqaleysa masajidka la soo sheegay waa aragtaan wuxuu ku yaala wadnihi xaafada ama se bartanki xaafada waana mustajamici waxa weeyaan meel kale jimcaha lagu ma tukado xaafadana waxa degan dad fara badan oo marka dan yara isla marka wixii aanu qaban kareynay dadku waxay raadaan wax qabsan wax kula qabane anoo intii waliina waanu wadnaa wixiyan dulna waan u yibinay intii waxa weeyaan qaban kareena waan u qabanay marka wixii waxa weeyaan de naga awood bata waxaanu isla garanay inaannu muslimiinta u bandhigno marka waxa weeyaan masajidku aad iyo aad sala soo sheegay aad buu kooban yahay oo dadkii ciriiri ugu yahay marka muslimiinta dabad iyo gudaba waxaanu ka codsanayna in masajidkaasi dhaqsaan oo gala qayb qaataan dhiskiisa mar labaad waxa mahadle كتيدن ان علمادا هي انو دورناي ان مساجد ايمان اي لسمهيسا اي كاول غلان طلاب في عنباي قادين ان سي انو غان هدف كانو لينهي مسجد الايمان نو نوغو دسمو marka guudahan xafadada saleeban waxaan ugu baaqayna in ay dhismaha masajidka qayb qaataan iyo ان walaalaha muslimiinta ee khayrka jecel ان ururada bulshada كان عصت هذا، وسارة الدين تيا وقافته، عد كست أو مساجد كا وحويها وش يسقعنك جيسن كرتا، وحنو جو باقي ناي وحوي مساجد كا، هاي خير كا إلى هاي مساجد حصلت كهوس هاري هاي كقاي وقاتان، مسجد كوا حوي مسجد الإمام ومساجد كي وهرجي، الحمد لله وحلا هاي لقوم ما هنقه، مساجد كا بدن بعد السلام كده سن لو ريت من قارية، يسقينا ما أنتين البلارين أبان وحويها وش يسقكشنا. مركها إلهي حيروفو دايو إلهي حينا كاريسي حقا
waxaan eelaaminaynaa in sida la soo sheegay masaajidka aadan salabaan ee maaragtay xaafada aadan salabaan ku yaala masjidul iimaan la yiraahdo masaajidkaasoo sida la sheegay cabirkiisu yahay 8 mitir iyo 10 mitir labada dhinac masaajid aad u yar weeye runtii bartankii magaaladana uu ku yaalaa in badanna masaajidkaasu waa dhisnaa 12 sano baa maaratay masaajidkaasi uu taagayo maaratay bartamihii magaaladana uu ku yaalaa aad iyo aadna wuu yaryahay halka jamac ugu badan yahay markii aanu arinta howlka howlgalay xaafad ahaan arin masaajidka dhul ma lahayn uu ku durko intaa hore uu ka taagan yahay maaratay nin baa ku tabaracay berigii hore ee xaafaddu yarayd marka dadkii jamac ahaa iyo magaaladana way kortay masaajidkiina maaratay dee cidhiidhi buu noqday marka dadka markii aanu anagu xaafad ahaan isxir saaray laba wajahadood baanu iminka iibinay marka wajahadii kale iyo dhulkii kalena waa dhiman yahay masaajidkiina insha allahu tacaala waxaanu saaka maaratay dadka walaalada muslimiinta gudaha iyo dabadba ganacsatada inaan maaratay nagala qayb galaan masaajidka dhismihiisa maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badacas burco